اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. بصوا النهارده كده عاوزه اقول لكم ان انا يعني حزينه جدا 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 والله العظيم بجد. ليه النهارده؟ طبعا زي ما انتم عارفين ان انا كان بقالي فتره مانيش موجوده في البيت. طبعا انتم عارفين ان الفراخ والحاجه كلها عندي على السطح. طلعت النهارده السطح كده بعد ما جيت من بره، اتلقيت المنظر وانتوا هتشوفوه حالا دلوقتي معاكم على الفيديو. طبعا انا مش عارفة من ايه، بس هو ممكن يكون احتباس حراري، تمام. بس المشكلة ان ابني ما كان بيطلع يأكل الفراخ او كان يشوفهم، يعني كان لحد امبارح كانوا كويسين ما فيش فيهم اي حاجة. المكان اللي انا حاطاه فيهم يعني التهوية بتاعته كويسة، يعني مش مكتوم، تمام. العلف قدامهم، الميه قدامهم، بنزل لهم من وقت يتر مضاد سموم، عشان طبعا انتوا عارفين العلف 21% لازم يتاخد ليه مضادات سموم. بس انا مش عارفه، يعني حصلت النهارده اتنين بيتصل بيا، الحق الفراخ فيها كذا 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 كذا، تعالي شوفي كده. فطبعا طلبت اوبر، فجالي لحد المكان اللي انا كنت فيه، طبعا اخدني نزلت على البيت على طول. اول ما دخلت كده وطلعت على السطح، طلعت لهم اتلقيت المنظر وانت هتشوف شايفين طبعا هنا الفرخه عامله ازاي، يعني نايمه في الارض. عاوز اقول لكم ان هي عندها حاله زي حاله تشنجات كده، مانيش عارفه فيها ايه، تمام. هنا بعد ما الفراخ كانت وصلت تقريبا 2 كيلو ونص، يعني داخلين على 3 كيلو ما شاء الله. هنا زي ما انتم شايفين 3 فرخات اهمت، يعني قدر الله ما شاء قدر الله ما شاء فعل طبعا. بس اللي عاوزه اعرف الفرخه المنفوخه دي مالها، يعني هي كانت كويسه امبارح وبيقول لهم كانوا كويسين امبارح ما فيش فيهم اي حاجه. قال لي لما طلعت النهارده تلاقيت كده. عاوزه اقول لكم الفرخه بقى اللي هي الكبيره دي يا جماعه، دي وزنها 3 كيلو، تمام. الاثنين دولت 2.5، انما دي وزنها 3 كيلو. كلها مزرقه، يعني في زرقان جامد جدا جدا جدا، بطنها والحته اللي هي بتاعت المؤخره بتاعتها ديت كلها زرقه كده ومنفوخه، مانيش عارفه ايه السبب. يعني لحد دلوقتي عاوز بدور على سبب، مانيش عارفه. طب احنا ممكن نقول الاثنين التانيين احتباس حراري، يعني مثلا احتروا، درجه الحراره كانت عاليه امبارح والنهارده، فممكن نقول احتباس حراري. طب اللي مزرقه دي ايه الزرقان اللي فيها دوت؟ انا مانيش عارفه. فطبعا اللي مر بالحاله دي قبل كده، ان انا اول مره يحصل عندي الشيء ده بصراحه، اللي مر بالحاله دي يا ريت يقول لي في التعليق ايه السبب، يعني ايه السبب، ايه الزرقان الجامد دوت. برضو انا مانيش عارفه بصراحه. والانتفاخ الجامد اللي في قلب المعده دوت انا مانيش عارفه، يعني الفرخه منفوخه جامد جدا، تمام، ومزرقه والدماغ بتاعتها مزرقه. انا بصراحه فكرت عرسه، يعني انا قلت مثلا لما ابني اتصل عليا قال لي الحقي في عرسه دخلت وخنقت الفراخ، فانا ما اعرفش بقى. فلما جيت اتلقيت فرختين ميتين. عاوزه اقول لكم ان انا ماسكه الفرختين مولعين، يعني درجه حرارتهم عاليه جدا، تمام. اول حاجه عملتها طبعا انا جيت لقيت ابني زي ما انتم شايفين كده حاطط العلف والسقايه بتاعت الميه مظبوطه عندهم. وكل اللي انا عملته ان انا بعدت تحت في الشقه عندي، جبت لهم خل وحطيت لهم خل على الميه، حتى ما حطيتش على الميه، انا حطيت من فوق العلافه كده على من فوق السقايه على طول. يعني قلت مثلا ممكن يكون مثلا سموم جوه العلف. ان طبعا عاوزه اقول لكم انا ما بديش الفراخ زي ما قلت لكم قبل كده اي حاجه، لا ادويه ولا اي حاجه. فطبعا ممكن يكون ده من مثلا سموم اتراكمت على الكلى او على الكبد بتاع الفراخ، فهو اللي عمل كده، تمام. فاللي مر بالموضوع ده قبل كده يا ريت يكتب لي في التعليق. وطبعا يعني الله المستعان، طبعا ربنا بيعوض الواحد الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل في دولادي. الله اعلم كان ممكن ايه اللي يحصل، او كان ممكن يحصل له ايه في المكان اللي انا فيه. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. احنا بس بقى اننا قلنا حاجه بس كده يعني بتتحرك، محدش عارف هو ايه اللي هيحصل له كمان شويه، لا اكتر ولا اقل. فالحمد لله طبعا قدر الله ما شاء فعل زي ما قلت لكم قبل كده. بس عاوزاكم اللي يعرف يا جماعه بالله عليكم اللي حصل دوت ايه يكتب لي في التعليق. انا الفرختين زي ما قلت لكم الاولانيين دولت ممكن يكون احتباس حراري، وواضح جدا ان هم عشان هم كمان كانوا سخنين جدا. انما الفرخه الثالثه دي يا جماعه اللي هي الكبيره دي كلها زرقاء، يعني كلها زرقاء ناحيه البطن بتاعتها كده كلها، بالمنطقه الخلفيه بتاعتها دي كلها منفوخه نفخه جامده جدا، كانها ميته بقالها مثلا 3 4 ايام، تمام. فانا مانيش عارفه لحد دلوقتي ايه السبب اللي عمل معاهم كده والله العظيم بجد.
بس هو دوت اللي انا كنت بقول لكم عليه. حاولوا بقدر الامكان لو بتربوا فراخ بيضه، يعني انا مانيش عارفه والله الايام اللي جايه ممكن اربي تاني ولا لا، لان الجو اصلا صعب جدا والحاجه فوق السطح طبعا بتفرق جدا، يعني الجو حر والمشمع اللي انا حطاه ده مشمع حراري، فممكن يكون ده هو اللي اثر مع الفراخ عندي، وممكن يكون سحب درجه الحراره ان هو مشمع اسود، فممكن يكون هو السبب في الموضوع اللي حصل عندي ده اللي هو مشمع اللي انتم شايفينه ده. طبعا قدر الله ما شاء فعل، احنا ملناش حاجه طبعا، كل حاجه بتاعت ربنا، تمام كده. طبعا الله المستعان. انا هنا طبعا الفراخ، يعني انا عاوزه اقول لكم ان هي كانت خلاص، يعني انا كنت جايه والله العظيم النهارده الخميس، انا كنت جايه وخلاص، يعني انا كنت ناويه ان انا يعني حتى شكاره العلف بتاعتهم كانت خلصت، وبعدت جبت لهم شكاره تانية اكلوا منها والشكاره التانية كانت خلصت، فانا قلت بقى خلاص هما الشكارتين دول ان شاء الله وهنزلهم، يعني خلاص بقى ما عادش في حاجه، تمام. فطبعا يعني اللي حصل دوت الحمد لله، يعني انا بحمد ربنا، يعني حتى لو اتبقى لي منهم جزء قليل بس الحمد لله. شايفين طبعا انا هنا لما حطيت قلت لكم الخل حطيته والله العظيم من فوق السقايه بحيث ان هو ينزل على الميه، بس يعني انا عاوزه اديهم اي حاجه حتى لو في سموم في جسمهم ولا حاجه، اي حاجه تقتل السموم اللي في الجسم بسرعه يعني على السريع كده، تمام. هم اوزانهم كويسه الحمد لله.